بص يا جماعة، قبل ما نخش في الفيديو أحب أقول لكم حاجة كده، يعني نصيحة مني ليكم، تمام؟ وأنتوا اللي هتستفيدوا بيها بعدين، تمام؟ قبل ما نخش في الفيديو، تمام؟ أتمنى إن أنت تنزل تعمل اشتراك تحت في القناة وتعمل لايك للفيديو ده وتفعل زر الجرس، هتعمل اشتراك تحت، تمام؟ هتظهر لك علامة الجرس، هتضغط عليها تخليها تقول تن تن، تمام؟ كده أنت فعلت زر الجرس، تمام؟ وعملت اشتراك في القناة، تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصلك بكل ما هو جديد. كل ما ننزل فيديو يوصل لك ليه؟ لان احنا يا جماعه القناه دي معانا جديده، فعاملين عليها مسابقه، عاملين مسابقه على القناه دي عشان القناه دي لسه جديده وكده، فعاملين عليها مسابقه ان القناه دي في خلال 3 شهور لو طلعت 100,000 مشترك، تمام؟ لو وصلت ل 100,000 مشترك عاملين يعني هنوزع هدايا وكده وحاجات، تمام؟ فيلا يا جماعه انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك بكل ما هو جديد، عشان اول ما ننزل فيديو يوصل لك، وعشان تكسب معانا الهدايا. الهدايا هتكون هدايات كتير او هدايات بصراحه تحفه. انا اخترت الهدايات اللي هجيبها بصراحه واخترتها وكده، بس لسه ما جبتهاش، هجيبها، واول ما توصل الهدايات هطلع لكم في فيديو زي كده واحكي لكم على الهدايا، تمام؟ يلا ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل زر الجرس زي ما قلت لكم عشان تكسب معانا الهدايا. يلا خش على الفيديو، باي. اه صحيح، هشوف النور بتاع التلاجة بيطفي ازاي. انت يا زاف؟ ايه يا ماما؟ ايه ده يا حبيبي، انت جعان؟ اه بصراحة والله جعان. طب اعمل لك تاكل ايه؟ نعناع. ولا اتكلم عدل، ايه اعمل لك تاكل ايه؟ نعناع. لا والله. ماشي. انت بقى هتاكلوا ايه النهارده؟ نعناع. لا والله، لان كل اللي حصل هيقعد يقول لي نعناع. نعناع. ماشي. انت يا كلب البحر يا صغير، اعمل لك تاكل ايه؟ نعناع. لان ما هخلصش منها كلمة نعناع دي، مش هخلص منها. نعناع. ماما ما شفتيش شحن الموبايل فين؟ الموبايل هيفصل معايا. نعناع. ايه يا امي؟ نعناع. نعناع ايه وبتاع ايه؟ ماما يا ماما ما شفتيش التيشيرت بتاعي الجديد اللي قلت لك غسلتيه امبارح؟ المهم غسلتيه عشان معايا خروجه دلوقتي. نعناع. ايه ده؟ في ايه؟ نعناع. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ماما يا ماما ما شفتيش اللعبة اللي أنا كنت بلعب بيها امبارح؟ أصل بدور عليها مش لاقيها. نعناع. نعناع يا حلو. بقول لك إيه أنت يا وليه؟ اللعبة فين؟ نعناع. يا عم روحي. صباح الخير. يلا يا حاج، قوم جهز له الفطار بسرعة عشان أنا ورايا شغل ومتأخر. خلينا نلحق الشغل. نعناع. نعناع نعناع يا ولية، انا بقول لك جهز لي الفطار تقول لي نعناع. نعناع. والله انت شكلك هتبلغ عن طريق بحاجة في داهية.